مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العواشين مبروكة. غنعدل معكم واحد الحلوى سهلة مهلة بسيطة بدون فران، غير نتوما كتشوفوا بدون فران بدون بيضات بدون حتى شي حاجة، كتجي واعرة. بقاو معايا تشوفوا المقادير. السلام عليكم مشاهدين، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. عواشين مبروكة. اليوم جبت واحد الفيديو جديد بغيت نشاركو معاكم. هذا التمر نقيتو حيت له العطم، شوفوا حيت له العطم وغسلتو كيجي مزيون. هيدا مبغيتش نطول عليكم الفيديو باش نقيتو على هذيك ديالي باش ما نطولش عليكم الفيديو. دابا غنشبر التمر غنبخرو. دابا دبيان هذا كتشوفوا معايا دبيان غلط مزيون، غنشبرو غنسلقو وغنقليه. ملي عملت التمر كيبخر غنعدل هذا. دابا تبغي تشوف التمر كيبخرتو كيف جا، كيجي غسال ما شاء الله. دابا غنخويلو نص كاس ديال المزهر كيجيبو معايا، معلقة ديال الزبدة، معلقة ديال الزبدة غنخلط مزيان. كاس الزبدة باش كيجي رطب كيجي مزيون. هداك لاخر لي كيتباع معدل تا هو نعملو الزبدة باش كيجي الزبدة كيجي مزيون. دابا نخلط مزيان. دابا هدا غنخلطو مزيان، معلقيتو مزيان. شوفو كيف جا التمر دايب، جا غزال التمر طايب مزيان. كنتبخرو باش كيتبخر مزيان كيجي مزيون. غنعملو الجنجلان، الزبدة باش كيجي رطب باش مكيبشي في الحلوى كيجي مزيون. تا المذاق كيجي مزيون. الزبدة هي أي زبدة لي عندك، معلقة الزبدة لي عندك تعملها. غنحك شويه ديال الكاوزه، مذاق الكاوزه كتعطي مذاق مزيان. صافي دابا غنخرج مزيان. غنعدل شويه ديال الزنجلان، عندي محمص نقي محمص. هدا ساليتو، شوفو كيف كيجي، كيجي غزال ديال الدار كتعرف شنو عملتي فيه، والريحة ديال المزهر ما جا منو غزالة وديال هديكا. غنعملو شوية ديال القرفة، واحد شوية ديال القرفة باش كتجي القرفة المذاق ديالها مزيون، تصطاح فيها في الزنقة بزاف. دابا عملتو شوية ديال القرفة، غنحرك مزيان مع بعضياتو. كيجي التمر غزال ما شاء الله، كيجي تبارك الله غزال حق اي تمر. التمر ياخر لي معدل في هذيك خصكم ضروري تعملوا له الزبده تبخروه. اللي ما بغاش يبخر يعملوا على الزبده ويعملوا المزهر باش كيجي رطب باش ما يجيش يقصح قاصح في الحلوى. انا ديما كنعدو هيدا بيدي باش كتجيني الحلوى مزيونه. راه كنبخر ما كنعملوش في الماء، في طيب في الماء، طيب في الماء ما كتحرفها كي كتصفه. إذا مبخر كيجي مزيون. دابا ساليتو، عاد غنشبرو غنقسمو النص ديالو غنعدل به الحلوى ديال التمر، والنص ديالو غنعدل به. بقاو معايا تشوفو المقادير. غنعدل به البيان، الحلوى ديال البيان. عندي هنايا البيان وعندي هنايا النوا. النوا قليتو في الزيت والبيان سلقتو قليتو. دابا غنطحنو. دابا غنشبر هدا طحنتو النوا. دابا غنشبر هادي غنقسمها شوية، غنقسم هدا التمر غنقسمو. دابا غنخوي هاد البيان هنايا نطحو، كيجي مالك مزيان وكيجي مقرمش. دابا غنخلط شوية بشوية. دابا غنضيفو كامل. خلطت بيدي مغروفة، ما خلطت ليش دغيان دغيان باش كيجي مزيون. خلطت بيدي هيدا، شوف كيف كيجي، كتجي غزالة ديالو سهلة مهلة بسيطة.
مكونات بسيطين بدون فران بدون حتى شي حاجه. كتجي مكرمل مقلمشه غزاله كتجي. طبعا ندوب الشوكولاط غنعمل هاد الكيكه هذا كتشوفوا معايا غنشبرو غنهرسو هكا كيجي مزيون كيجي مقرمش حتى هو مزيون. دابا كتشوفوا معايا دوبت هاد الشوكولاط في حمام مريم دوبته. غنعمل الكويرات هذوك اللي عندي راه هما فين غنعدل الكويرات هذاك الخليط اللي خلطت معاكم. دابا هذا الشوكولاط عندي هذيك مهرمش هذا الشوكولاط باش كيجي مزيون مهرمش الشوكولاط ديال الكيكات ديال الشوكولاط. دابا نملي هذا المول بالشوكولاط غنخوي فيه المول كامل غنعمل فيه الشوكولاط. هاد المول هذا كنعمل فيه الشوكولاط باش كيجي الشوكولاط مزيون فيه باش كيجيو ديك الزواوق ديالو. هاد المول هذا كيدخل حتى الفران عندي كاين اللي ما كيدخلش الفران بحال هاد المول هذا كيدخل حتى الفران. اقتصاديه الحلوه هادي ومزيونه وكتجي غزاله الدراري كتعجبهم الحلوه. دابا نسالي نستمر مع هذا سالي. دابا شوف كيف عملت ديك الشوكولاط. دابا نشبر غنبقى نعمل ديك الكويرات. شوفوا هاد الكويرات هادو غنبقى نعند المايدة وغنعمل لهم شويه الشوكولاط على وجههم. غنشبر الشوكولاط وغنخوه لهم على وجههم. دابا باقا نستمر عاوني تا كيخرج. دابا غنخوي لهم الشوكولاط غنكمل هادي. شوفوا كيف كيجي كتجي مزيونه غزاله ما شاء الله. التمر ديال الدار ومذاق مزيون واقتصاديه والدراري كتعجبهم في الدار. المذاق ديالها مزيون ديال الشوكولاط ديال التمر ديال النوا ديال البيه مخلطه. اللي بغى يخلط البيه يخلطو اللي عنده يعمل عين نوا بوحدو يعمل نوا بوحديتو. دابا ملي ساليتو غنخوي لهم الشوكولاط هيدا للظهر ديالو ماشي هو ديك الشوكولاط راه مالت من تحت. كتشوفو معايا غير شويه الشوكولاط كتجي اقتصادية ومزيونة ورائعة وكتجي غزالة في المذاق. هي بحالها بحال الحلوة ديال الزليجة في المذاق في كلشي. ها قادي زايدة التمر كتجي المذاق الغير على التمر من الزهر والنوا مخلط فيها التمر الطبيعي كتجي غزالة ما شاء الله. دابا هاد عملت له السلوفان ساليتو كتشوفو معايا غنعملو في غنخليه شي يجي شي 4 دقايق ولا 5 دقايق. هذا غنعملو في النبيرة. غنعمل هاد الكويرات هيدا كتشوفو معايا كويرات لا كل واحد وما خصو. غنشبر واحد الملعقة غنجبدها هيدا. دابا كنعمل تعب الكويرات حتى هي كتجي مزيونه. كاين عندي شي المول عشتو كيف كنكوها. شوفوا كيف كتجي غادي عدلت لها عاوتاني هيدا بالكويرات. هادو بالكويرات كتشوفوا معايا كيجيو ما شاء الله غزلان. شوفوا بعد هاد الكويرات هيدا هاد الكويرات هيدا كنعدلو غنخشي عندو الشوكولاط. الشوكولاط عملت شويه ديال النوا باش كيجي مقرمش كتشوفوا معايا غادي يبقى شويه كنعمل له هيدا باش تبقى تقدر كنطيح هاد الكميه خربي اللي هو اللي كتعجبو من هاد الطريقه هاد الحلوه هادي. شوف كيف كتجي خليها تقطر خليها تطار شويه مزيان هيدا كتقطر. دابا نحطها طغيب شويه هيدا غنزيد واحد اخرى عاوتاني معاكم. شوف كيف كنكورها شوف كيف كيجي غزاله هيدا. غنبقى نستمر معاكم كامل حتى كنسالي هاد الكميه ديال الحلوه. شكرا تشكرت ما داتش بزاف
شوفوا كيف كتجي، كتجي غزالة ما شاء الله. خليها هيدا غي في المطبخ حتى انا تلبس عاد نقدمها معكم ان شاء الله يا ربي. الحلوه ديالنا ساليته دابا كتشوفوها كيف جات، جات غزاله ما شاء الله، والشوكولاط ديالها مزيون. شوفوا كيف جات، جات غزاله كتشوفوا معايا، وهشيشه غزاله ما شاء الله، وسهله مهله، ومكونات بسيطين بدون فران بدون حتى شي حاجه، كتجي غزاله. شوفوا كيف كتجي، كتجي ما شاء الله، شوفوا كتجي كتقرمش فنه كتجي هكا معكم. شوفوا كيف كتجي، كتجي معسله غزاله. شوفوا كيف كتجي غزاله ما شاء الله. ملات الشوكولاط غير من الواسطه ويخلي لها هذه المديكة، هذه خليها لها، كتجي مزيونه. كتشوفوا كيف جات، اللي بغى يعمل الشوكولاط كامل يعملها، لو اللي بغى ما بغاش يعمل لها. انا عملت شي ثلاثه ولا جوج هيده وصافي. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، عملنا نجم عملنا اشتراك، اللي باقي ما دخل عنا يدخل عنا مرحبا به، وشكرا اللي كيدعمنا، والعواشر مبروكه، عيدوا بالصحه والهنا وطوال العمر. شو ما تمنيتوا؟